المدافعون في الخط الأول عن صحة الناس وضحايا جرائم الملالي. فيما يستمر كورونا في حصد أرواح الشعب الإيراني الأعزل بعد أكثر من عام، يواصل ولي الفقيه الضغط من أجل قتل المواطنين العزل من خلال الإصرار على فتواه التي تعود إلى العصور الوسطى والتي تحظر استيراد اللقاحات من الولايات المتحدة وأوروبا. في غضون ذلك ومنذ بداية هذا المرض الذي رافقه التستر المتعمد من قبل ملالي الحاكمين، الممرضات بوصفهن المدافعين في خط الدفاع الأول عن المواطنين العزل، كما أنهم ضحايا نظام الجهل والجريمة الذي يحكم إيران. تفشي المرض على نطاق واسع والذي أوصل عدد الوفيات إلى ذروته في الموجة الرابعة، مدمر لدرجة أنه يضطر وكلاء النظام إلى الاعتراف به. والأكثر مرارة هو أن نمكي وزير الصحة في حكومة الرجل المخادع روحاني يثني على المرشد الأعلى المجرم لما ارتكبه الآن في إيران بإطراء مثير للإشمئزاز، ويقول: لولا دعم خامنئي لما كنا وصلنا إلى هذه النقطة الناجحة في مواجهة كورونا. نعم، نمكي وزير الصحة المخادع محق في قوله إن إيران ما كانت تكون في مثل هذا الوضع البائس لولا سياسات خامنئي التي أملاها وتنفيذها غير المعقول من قبل الملا روحاني. في حين يسعى العالم لينالوا قصب السبق من بعضهم البعض لاحتواء ومنع وفيات هذا المرض، والممرضات هن أول من يحصل على اللقاح. إن حكم الجهل والجريمة في إيران لا يقتصر على اتخاذ أي خطوة لدعم الممرضات، وبدلا من ذلك وفقا لميرزا بيكي رئيس منظمة التمريض، تم قطع رواتب الممرضين الذين توفوا نتيجة كورونا أيضا. الأمر الأكثر إلاما هو أن الأمين العام لحكومة دار التمريض اعترف قائلا: إننا نشهد مذبحة العاملين في التمريض في مستشفيات البلاد. نعم، الممرضات ضحايا نظام نهب الملالي، وتضحية الممرضين والاضطهاد الذي تمارسه حكومة الملالي بدلا من تقديرهم واضح جدا، لدرجة أنه حتى العناصر الحكومية تضطر للاعتراف به. المدافعون عن صحة الشعب الإيراني تركوا بلا حماية أمام كورونا. نعم، هذا هو جانب واحد من عمق الجريمة التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها حكم الجهل الشرير الناهب في مجال الرعاية الصحية، خاصة في وباء كورونا، بينما في جميع البلدان يتم دعم الطاقم الطبي والتمريض على نطاق واسع أكثر مما كان عليه في الماضي. في إيران التي يهيمن عليها المجرمون يتم تأخير دفع نفس الرواتب المنخفضة لعدة أشهر، ويحتج الممرضون على عدم دفعهم بالهروات والغاز المسيل للدموع والاعتقال والسجن. ومن المفارقات أنه بدلا من أي تطعيم أو دفع رواتب وتسهيلات لهذه الطبقة العاملة، فإن النظام الملالي المخادع يطلق أبواق القطارات والسفن لتكريم الممرضات، الأمر الذي قوبل برد حاد من الممرضات وصفع الحكام. وهتفت الممرضات بانسجام وقلنا: أعطونا رواتبنا سنصفر نحن أنفسنا. منذ بداية انتشار مرض كورونا وإخفائه من قبل خامنئي وروحاني حتى وفاة نرجس خان علي زادة، أول ممرضة شابة لاهيجانية في مارس 2020، والممرضات الحوامل مثل مهشيد كودرزي وفرانك داودي ضحوا بأرواحهن للدفاع عن صحة المواطنين، والتي كان ينبغي أن تشمل على الأقل المغادرة أو النقل إلى مناطق أقل خطورة بسبب حالتهن الجسدية. يستمر قتل الممرضات الإيرانيات باستمرار خطة خامنئي روحاني. نعم، في أعقاب هذه الفظاعة تهاجر الممرضات الإيرانيات على نطاق واسع إلى بلدان أخرى. موقع ألف الحكومي في 18 أبريل يقول: الهجرة الشهرية ل500 ممرضة إيرانية بالخارج. تهاجر معظم الممرضات الإيرانيات إلى دول أمريكا الشمالية مثل كندا،
والسويد في أوروبا، وكذلك بعض الدول في الخليج الفارسي. غالبا ما يكون الممرضون الذين يهاجرون إلى هذه البلدان ممرضات في شركات خاصة. قررنا الهجرة ومغادرة إيران لأنهن لا يملكن الرواتب الكافية والمعقولة لما يفعلنه.